السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هناخد درس جديد لسنة تانية اسمه الطرح باستخدام خط الأعداد. ازاي اطرح على خط الأعداد؟ طبعا احنا واخدين الطرح بتاعنا العادي، بطرح عادي. 8 ناقص 5 كام؟ 3. 1 ناقص 1 0. طبعا الصفر على الشمال ملوش قيمة فما بكتبوش. انا برسم ازاي على خط الأعداد؟ بعمل خط أعداد كده، وعندي هنا مثلا انا الصفحة مش مكفية، انا ممكن اكتب من 1 لغاية 20، او من 1 لغاية اكبر عدد عندي هنا مين؟ 18. ممكن اكتب من 1، من اكتب الاول لازم 0 زي دي كده، 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 الى ما لا نهاية. هو ده ملوش اول ولا ليه اخر. الاول بتاعه انا عندي ابتديت من هنا من الصفر. المهم فخلينا نعرف نعمل على خط الاعداد كده. انا عندي هنا ابتديت من 10 ولغاية 20، عشان خاطر ايه؟ لو ابتديت من الصفر او من الواحد المكان عندي مش هيكفي، هتبقى كبيرة جدا. طيب انا عندي هنا احنا قلنا ايه؟ ادي ال 18 ناقص 15. انا عندي هنا 15 اهي، حطيت نقطة هنا وهنا مين؟ ال 18. طب هي مشيت ال 15 دي نطت كم ايه؟ كم مرة لغاية ما وصلت ل 18 اهي. ادي 1 اتنين تلاتة، يبقى كام؟ تلاتة. طب تعالى نشوف اللي بعديه، بيقول لي 12 ناقص 8. انا عندي هنا مين؟ التمانية، وهنا مين؟ الاتناشر. عايز اعرف التمانية دي نطت كام مرة لغاية ما وصلت للاتناشر، او الاتناشر دي نزلت كام مرة لغاية ما وصلت لمين؟ للتمانية. طب احنا عملنا هنا عدينا من الخمستاشر، طب تعالى ما نعمل من الاتناشر. عد كده، ادي 1 2 3 4، كام واحدة؟ 4 وحدات، ادي 4. يبقى 12 ناقص 8 هيديني كام؟ 4. اللي بعديها 25 ناقص 11. انا عندي هنا فين ال 11؟ اهي. فين ال 25؟ اخر واحده. تعال نشوف هي عملت كام مره. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. اكتب كام؟ 14. طب تعالى نتأكد كده، انا عديت دول طلعوا كام؟ 14. 5 ناقص 1 4، و2 ناقص 1 1. دي ايه؟ الطرح على خط الاعداد. طب تعالى ما نشوف كده في الكتاب هو كاتب لي بيقول لي ايه. انا عندي هنا بيقول لي اللي عندي الطريقة الاولانية، بيقول لي انا عندي هنا المثال بيقول لي 9 ناقص 5. ادي التسعة وادي ايه؟ الخمسة. عد من الخمسة لغاية ما وصل لمين؟ دي التسعة. ادي 1 2 3 4، طلع كام؟ 4. ده القذف ايه؟ للامام، بيقذف للامام للامام، يعني من الصغير لغاية ما يوصل للكبير. طب تعالى من طريقة تانية، ممكن من الكبير لغاية ما يوصل للصغير، اللي اسمه ايه؟ القذف بايه؟ الارنب قذف للخلف. ادي 1 2 3 4، ادي 5. تعالى هنا بيقول لي 19 ناقص 9. فين ال 19؟ اهي. فين ال 9؟ اهي. تعالى نعد كده، نعد مره بالطريقه الاولانيه للامام ومره ايه؟ للخلف. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، كم واحده دول؟ 10. طب تعالى نتاكد كده، 9 ناقص 9 0، والواحد ينزل، ادي 10. اللي بعديها 28 ناقص 11. فين ال 28؟ اهي. وفين ال 11؟ اهي. عد كده، 1، انا كده رجعت لايه؟ للخلف. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. كام كده؟ 17. طيب تعالى هيعد اطرح كده، 8 ناقص 1 7، و2 ناقص 1 1. اللي بعديها 18 ناقص 15، 8 ناقص 5 3، 1 ناقص 1 0، 0 على الشمال ملوش قيمة. ادي 18. فين ال 15؟ اهي. كم مرة؟ 1 2 3. 62 ناقص 46. انا عندي طبعا احنا متعودين لما نيجي نطرح لازم الكبير ناقص الصغير، انا الاثنين اشيل منهم الستة ازاي؟ طبعا ما ينفعش، استلفت من مين؟ من الستة. الستة دي هتبقى 5، والاثنين دي هتبقى
اتناشر. هعد من الستة لغاية ما اوصل للاتناشر، طلع كام؟ ستة. وخمسة ناقص أربعة واحد، طلع كام في الآخر معايا؟ ستاشر. طب تعالى هنا، فين الـ62؟ أهي. فين الـ46؟ أهي. تعالى عد كده، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر أربعتاشر خمستاشر ستاشر، نفس الناتج اللي أنا طلعته. ده بالنسبة للطرح على خط الأعداد. طب تعالى نشوف المسائل الكلامية اللي هو بيتكلم عنها. الأول هنا فيه بيقول لي إرشادات لولي الأمر، حاجات المفروض ده يكون احنا معرفينها طبعا، وأكيد هم خدوها برضو في الفصل. يعني ايه أصغر من؟ لما بيجي في الطرح مثلا، الطرح أو الجمع، يعني ايه أصغر من؟ أصغر من يعني العدد الصغير، عدد أصغر من العدد التاني، يعني مقارنة بمعنى أصح. يعني ما بيقول لي سبعة، لما يقول لي السبعة أكبر، السبعة أكبر ولا التسعة؟ طبعا السبعة أصغر من التسعة، معروفة. طيب ايه تاني؟ الفرق. الفرق ده يعني الطرح، بطرح عدد ناقص عدد التاني، يزيد يعني زائد، كم ينقص؟ كم ينقص يعني قد دوت بينقص قد دوت بقد ايه؟ الباقي اللي هو برضو الطرح، اللي انا مطرح عددين زي بعض. خلاص، يبقى دي حاجات انا المفروض اكون عارفاها الاول. بيقول لي بدأت رانيا مكالمة هاتفية وكان لديها 160 دقيقة، فإذا تحدثت رانيا مع أمها 10 دقائق. رانيا بتتكلم مع مامتها في التليفون، معاها كام دقيقة؟ معاها 160 دقيقة. اتكلمت مع مامتها 10 دقايق، يبقى المفروض هيتبقى معايا كام؟ المفروض هيجي لها كده، أعرف إن هو هيجي لي في الرسالة دي هيتبقى معايا مثلا كذا دقيقة. أقول إيه؟ هقول 160 ناقص 10، أطرح كده 0 ناقص 0 هو 0، و6 ناقص 1 5، والواحد ينزل، يبقى هيتبقى معايا كام؟ 150 دقيقة. بعد كده أخذ ياسر 50 جنيه جنيها من والده، أنفق منها 30 جنيه وادخر الباقي. هو ياسر خد من بابا 50 جنيه، صرف منهم 30 جنيه، المفروض هيتبقى معاه كام؟ تعالى نشوف. هنقول 50 ناقص 30، الصفر ينزل، 5 ناقص 3 2، يبقى هيتبقى معاه كام عشان يحوشه؟ 20 جنيه. قفز به 25 عصفورة، طار منها 12. القفص بتاعي كان فيه 25 عصفورة، طار منهم 12، المفروض هيتبقى معايا كام؟ كام عصفورة في القفص؟ يبقى أقول 25 ناقص 12. أنا طرحت ولا جمعت؟ المفروض هطرح عشان أعرف إيه اللي هيتبقى عندي. 5 ناقص 2 3، و2 ناقص 1 1، يبقى هيتبقى كام؟ 13 عصفورة. انتج أحد مصانع السيارات 29 سيارة حمراء. مصنع أنتج 29 سيارة حمراء و11 زرقاء. كم يزيد عدد السيارات الحمراء عن السيارات الزرقاء؟ أنا عايز أعرف، هو المصنع أنتج دلوقتي أدي عندي سيارات حمراء، وجي قال لي مثلا، عمل لي ده الحمراء 29، وقال لي مثلا الزرقاء 11. انا عايز اعرف السيارات الحمراء بتزيد ايه، كم سيارة عن الزرقاء بتزيد ايه عن الزرقاء؟ اقول ايه؟ هطرح ولا اجمع؟ هطرح، يبقى اقول 29 ناقص 11 عشان اعرف العدد السيارات الحمراء كم واحدة. 9 ناقص 1 8، و2 ناقص 1 1 سيارة، يبقى السيارات الحمراء بتزيد عن الزرقاء ب 18 سيارة. طب لو قال لي عايز إجمالي عدد السيارات، يبقى هجمع ولا اطرح؟ طبعا هجمع. بيقول لي هو المصنع أنتج لي 29 سيارة حمراء و11 زرقاء، أنا عايزة أعرف إجمالي العدد السيارات، يبقى هجمع، يبقى أقول 29 زائد 11، 9 و1 10، معايا الواحد، 1 و2 3 3 1 4، يبقى 40 سيارة. السلام عليكم.